وضعك كتير حساس كتير ستريس ركض براك كم يا خيي حمل سائلة ناس وجع راس ضغط بضغط ضل عايش في افلاس وبتشتغل كل الوقت بتروح تشرب كيس بتحط الفوقك والتحت بوع الصبح معجوق عم بتفرتش بغراضي عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة مأخر بوصل محقون حمياني الفواتور تا انسى هالهموم ما قالي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنورة وجزداني على لون الشسور فضت لي كل جيابي حتى تلبس سينياتور ضحك منا حرزاني وحضاري كوميكاتور أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شي عم بفلح مثل السطلي ما عم يدفعولي شي ايه والله يا سطلي قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ريديو ما بتغر من البيت بس يبلش كوميكاتور مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم حلقه جديده من كوميكاتور عم نطلع عليكم هيك من برا اوت دور اليوم عم نودع الصيفيه عم نودع العرقات عم نودع يعني في ناس بتحب الصيفيه في ناس ناطره الشتويه على حرم الجمر فاهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كوميكاتور واهلا وسهلا فيك ريس توني اهلا وسهلا فيك ريس الشربي اهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي عم يحضرونا اللي انتقلوا لنا هلا عبر شاشه تلفزيون لبنان اهلا وسهلا فيكم ليش هيك نبضك ضعيف ببدايه الحلقه على طول بعرفك انا نبضك قوي صوتك عالي بترحب بتمسي ليه هيك نبضك خفيف اليوم من ورا المقدمه تبعك يعني عم بتقول اهلا وسهلا بالشتويه اه يعني نسيت انت يمكن انه عندك بنوت وانا عندي بنوت يعني نسيت انه شتوية يعني مدارس شتوية يعني اقساط مدرسية هائلة يعني هلا الحمد لله انه انا بنتي بعدها سنة يعني بس انه من هلا بتبلش تحس بستريس الفريش اللي عم بيطالبوا فيه صح بتحس بتقلي نبضك قوي يمكن نبضي 40 بالدقيقة راح نبضي انه التلاميذ راجعين من الصيفية ما راجعين من الخليج ليه كله بالفريش لا والانكى من هيك معلش هي طلعت انه بيقولوا لهم للاهل ما عجبكم فلو ايه انه ما تسجلون اوبشنال لا بيصير هيك يا جماعه شو بكم هذين قال بيقولوا لك كرمال الاساتذه وما اساتذه خيي ما الاساتذه بعدك عم تقبضوا على 1005 يمكن زدت له اياها ل 6000 7000 عم تقبض فريش ليه بعدين بدي اسال سؤال بيطرح نفسه التاريخ والجغرافيا ما تغيروا من ايام 1005 صح شو يعني من ايام 1005 ما تغير. بعدنا جمال باشا السفاح والست نسب هن زيتون أو من أيام الليرة كمان من أيام الربع ليرة إذا بدك يرقت من أيام 1005 إنه لو الشابترات عدلتوا شوي عليهم خيي فوتوا قصة السوق السوداء مثلاً على الماتيماتيك أوكي مثلاً كنا بنقول يا خيي لا عم بيعملوا أبديت للمات عم بيعملوا أبديت للفيزيك إنه كيف تعرف تطرق جارك بالتشيك مثلاً كنا قلنا تاخدوا فريش حقكم بس إنه كل المنهج والاساتذه بعد 1005 تاخذوا فيها يا زعران يا المدارس ليك شوف يمكن الماده الوحيده المعقول يمكن هلا تتغير وتتعدل هي الماتيماتيك لانه اكيد الحسابات مثل ما كنت عم بتقول يعني مثل ما عم تتفضل وتقول خواجاتوني ان شاء الله يغيروها ما بقى فينا نضل على 1005 ما بقى فينا يعني مثلا اليوم 5 ضرب 7 35 يعني تقريبا دولار ما بقى تساوي 23 دولار تقريبا هلا نعلمهم هيك لطلابنا الجداد نلحق السوق السوداء نلحق الاسعار بالسوق يعني up to date نكون مع كل القصص ان شاء الله hopefully بعدين في ناس هلا عم بيجربوا يخترعوا قصص قاعد انا واصحابي هذيك اليوم انه يفوتوا اولادهم دغري دوزيام يا خي انه حرام بيوفر له سنتين زمان بيقعدوا جردان وجراند جردان جل صغير وجل كبير خلص فوتوا دغري على الدوزيام 100% بقول لك انا ابني طلع ديسبونسر خلاص فات دغري دوزيام بيعطيه السكسيون كمان هذاك النهار جاري حرام قال لي ابني اجته منحه قلت له برافو لوين مسافر قال لي لا دوزيام دغري ما راح في كثير حلو الله يوفقك ما راح في فوتو بديجا هيدي الرزقه قال لي بقعد انا وياه بالبيت بضلني اعلمه الرسم والتلوين كل نهار شو معلم بضلني انا وبنتي بعلمها وبلون عنا وبجيب لها طابلو بطرش عنا ولا بدفع الاموال الطايله اللي شو هذا ما بصير شو اموال كثير كبيره جربون ده انا خي ما تخزني القرطاسية قرطاسية عن جد شو قاعد بالشوم لا انه هي كتير يعني انه عندك محاية مثلا في ب20 وفي ب30 وفي ب50 على حسب ايها بتمحى اكتر يا خيي لا انا مع انه الطلاب يغلطوا ما يمحوا
خلص، لانه اكثر ناس عرفوا الصح هن اللي عملوا غلط بالنتيجه. يعني هيدي مش غنيه لنصيف زيتون؟ هي غنيه لنصيف زيتون، بس بحس بوقتها يعني اللي كتب له اياه هو اكيد لبناني عارف شو بده يصير بالوضع بلبنان لقدام، عرفت كيف؟ يعني انه قال لك هيو الجماعه خلص بلا ما يمحوا بلا ما يشتروا محل، مزبوط تيب اكس. شو تيب شو تيب اكس؟ تيب اكس بدك قرض ولا البنوكي ما عم تعطي خيي كوره من نيعك وليه بس قلت تيب اكس؟ ما هلا للطلاب تاريخ تاريخ شفت كيف؟ كومبا كومبا هذا الكومبا هذا بالمتر صار ينباع هلا كيف الشقق؟ ايه بالمتر مية عندك 100 متر هلا 50,000 كاش كومبا حسب قد ايه بيفتح قد ايه كبره كم متر ببيعوا كمان على ليك؟ على ليك شربوا سؤال ليش الكتب هينه؟ ما في شيء هين كنا ننبسط. قال انا بس بدي اعرف بي كان ينق الكتبك طلعوا 140,000 ابراهيم ما بتشتري هلا كتاب تاعك لونه مستحيل وكنا نجلدهم كنا في وقحنه كنا نجلدهم كان عندنا وقحنه كنا نجلدهم نجيبهم نحطهم على نحن والاهل ونجيب لك هيدا المقص صح ويطلعوا البوليين ونصير نعمل لهم كنا وقحين كنا وقحين هلا وين بدك تجلد منهم مستحيل وين بدك تجلد على ماكسيموم ورق ساندويتش بتلفهم فكره الاميه عاطيه زيت وزعتر مثلا قشطت على الكتاب ورقة الساندويتش بتمتص تشربها تشربها بتمتص. برافو عليك انطون فكرة جديدة من زميلي كمان لكم مشاهدينا بلا تجليد خلص تجليد مين بعد بيرجع لك للاوتوكارت هيك هيك فتحنا له اوتوكارت شوف هلا الاوتوكار قد بده بالشهر الاوتوكار يعني سوري يعني بيطلع قد قص جامعة مشاهدينا ضبون اشتروا فيهم سيارات لاولادكم بيربح السيارة ابنك او بنتك بيربحوا السيارة بس حرام لشو ليش يروحوا مشي تمشي ولا اصحاب المدارس اللي عم يحضرونا اكتيفيتي ما اكتيفيتي خففوا لنا اياهم بكره بدلت مدري شو عنا رحله ب 10 مليون 15 رحله الى الثلج هي من نحن وصغار خلص ديب الثلج وبين المرش لا فريش ورحلات ما في اوعى خلص كسركم اجريكم يلا اوعى رحله الى الثلج خير ان شاء الله يعطيكم العافيه وكل موسم وعام دراسه وانتم بالف خير ان شاء الله وكل صيفيه وانتم بخير الحمد لله ها يلا اي شيء ما بقى فينا ندور سكتشات يلا روف كوميكاتور عو عو نن نن دد دد والجديد دد دد ني 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 غور 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 علي لي 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 ودو دو 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 ني 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 مياو ستاب 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 غور 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 يا حرام العالم جنت صباحه صباح الخير يا جار صباح شو جنت انت المجنون شو بك انا جنت صباح الخير يا لطيف كيفك جار منيح انت عرف شو عرف شو هذا اساسا ها لا يا عم هذا مش محرم انت هيك بتقضيها تحليلات عن اهل البنايه خي ولو ما عندك لا شغل ولا عامله غير قاعد كل مره بشوفك برا تقعد تراقب الناس يا جار يا قلبي سامع حالك شو عم تحكي من هونيك لهون عم بحكي لغه طبيعيه شو بك لغه شو 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 نو 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 شو الحركات هون لك انا بفهم الوضع صعب بفهم عم نحكي مع حالنا بس لا تصير لهالدرجه كعيب اذا شافك حدا انا بهمني امرك يا جار شو حلو انك تقعد مع قعده نسوان على فنجان قهوه وتقعدوا تحللوا عن الوضع بلبنان كمان انا شو عم تحلل التحليلات كلها غلط تخبصيت بتخبصيت يا جار يا حبيبي ولا انت سامع حالك شو عم تحكي من هونيك لهون ولا مش سامع انت فاهم انا شو عم بحكي من هونيك لهون ولا منك فاهم صراحه لا هيدي اللغه اول مره بسمعها لكن بتسال السؤال بيجيك الجواب تفسر لي لكن شو عم تحكي نو 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 بو 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 شو انه هون بنت قد ايه صار عمرها 10 اشهر الله يخلي لك اياها حبيب قلبي ايه؟ قلنا 10 اشهر عم نحكيها بهالطريقه صرت انا ومرتي بنحكي مع بعض بهيدي الطريقه نن 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 يعني بدك نني عو عو عو, عو. يعني اجى البوبي منخوفها فيه دد 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 بس تعذب ماما ماما يعني قولي ماما بابا 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 يعني قولي بابا ها عادي عادي بتعلم لي يوم تكتب لي يوم مرتي حب لي هلا بل 10 اشهر ايه انا ومرتي وبنتي ايه؟ اخذ لساني عو 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 شو يعني عو 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 يعني اجى البوبي يعني بتخاف بتعمل هيك نو 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 ايش تلبيسي بو 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 شو بك جنات عم رد لك اياها شفت كيف حلوين ايه كثير حلوين ها بكره بكتبهم لك حبيب قلبي دد دد دد, دد. ايه بس بدك تطلع لنا عنها تبقى ايه اوكي حبيبي جنات نن 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 شو يعني يعني تع
طالع اكل نننن. ولك انت كمان عم بتقولها هيدي شو بك نني اطلع اكل معنا. طيب هلا بطلع يلا طيب يعني هيبا هبا جاي معك يلا نننن جوعان. انت ما في مره بعزمك على الاكل غير ما بتطلع. ما بدي اكل شو ولي شو هاد الزباله متلي الدنيا لك الصرصار رح ياكلونا. يا الله يا الله جوه طلع عليك منين منين تجي المصايب انه هي هايك من الله نظف زباله الجيران. بتعرف الجار سعيد بشو بضل معجوق بضل ملبوب. يا جار سعيد يعطيك الف عافيه يا عمي. يا عمي ما قلنا غيرك بالبنايه لما انت بتطل هيك وبتدولش على الباركينج وبتنتبه لنا. نحن شو كنا بنعمل بلاك الازعر شرباو صباح الخير. حبيب قلبي يا جار سعيد طمني عنك. والله اني بس شوف هالخلقه الحلوه حبيب قلبي وهالوجه الحلو حبيب قلبي واني بس اتصبح فيك شرباو ومصير انت ما في منك. انت ما في منك ولك تارك شغلك تارك الدراسات والاحصاءات اللي بتشتغل فيهم وعم بتضولش بالباركينج هيك ومعجوق ولك انت من بيجيبوا مثلك. ما لك يا اهلا وسهلا بشرباول سلم انا انبسطت فيك لانه جاي كانوا بالزباله قلنا بنمسح فيك شرباول. شو حبيبي كيفك؟ ولك اني المين مشتاق حبيبي انا مشتاق عبالي اعرف في شيء جديد في دراسات جديده 24 على 24 احصاءات. بسم الله عليك عم بتوفي معك هلا بالألف وخمسة على الألف وخمسة واني مبسوط. خلص مهم انت نفسيتك تكون مرتاح. اخذ شيء من دربك شباب. كل مره بتسالني بتقبض على الألف وخمسة وبتضلك معصب وعتلين هامه. شي مره قلت لك جيب لي ربطه خبز ولا مره قلت لك جيب لي ربطه خبز ولو العفو حاجي بتضلك تكب شام علي بتكب شام بتكب سهم وتفعل. العفو يا خي بتذكرني اني عم نقبض على 1005. خي انت فهمت علي غلط. يقبضك على زرايل. خلص يا خي انا ما تاخذني انا رح لا شرباول عم نمزح معك حبيب قلبي. في شيء جديد في احصائيات طاس. شو عم تحكي؟ على الاعراس خلصوا هلا الاعراس موسم الصيفيه. ايه؟ بدنا نعمل زويت اليوم. ايه؟ ننهيها. ايه؟ سميع يلا بننظف دينايك ولا كلهم محشين غبره مره بتحكي لنا نفس الشيء بننظفهم. طيب سميع كيف بتحكم ام العريس على العروس باول لقاء طابة بالحركات تبع الوجه والتصرفات حسب التصرفات وحركات الوجه بتحكم سميع مصبوط. اوكي يعني مثلا اذا بتضحك اذا ضحكت العروس العروس مش عروس الله ابن العروس زمة اذا بتضحك العروس يعني بالنسبه للحامة هي قليله الادب. بتضحك يعني قليله الادب. إذا هي عيبسة العروس يعني هي النكدية وحتعذبوا الابنة. هيك بمخها الحال. أوكي إذا بتحكي ولبقى بكلامها العروس برافو عليك. أنا كل ما أقول كلمة أقول برأي العروس برافو عليك. إذا بتحكي ولبقى بكلامها شو بتقول العروس شو بتقول يعني هم يعني هي أم السناين بوجهين يعني بتحكي بالوجه وبالأفا شيء تاني يعني بالوجه ملاية وبالأفا صرماية. أيه إذا بتضل ساكتة العروس برافو عليك شربال عيشك فتح سبحان الله الله يخليك الأهلي. يعني ما عنده شخصية إذا بتضل ساكتة بتضل ساكتة ولا كل مية يعني ما عنده شخصية الفورة إكلت للسيمة. سمع هاي إذا بتظهر مع رفقاتها العروس فتح يعني اجتماعية اجتماعية لا يعني هي بنت صايعة ضايعة فاتحة على مخها أبل مايندد. عرفت كيف؟ طيب اذا قاعده بالبيت بتضل قاعده بالبيت بتقول عنا الحما بيته تي مهذبه لا شو بتقول عنا معقده وبدها مريض وبدها حكيم نفساني وعلاج شو هالحما منين جايب لها الحما انت كل الحماوات بيجيبوا بعض ولكن مش ولا كل كيف بدها اياها اذا استقبلتهم احسن استقبال العريس ما مضيافه وبتحب العالم يعني ميتة لتاخذ ابنها ميتة على العريس خلص بس بقى ولا كذا اخذته على مصلحه عم تطلع بمصريات وعملت له كشف حساب وقالت له اعطيني كشف الحساب لاخته شو هالحما منين جايب لها الحما انت اذا العريس ما استقبلتهم احسن استقبال شو اللي يعني بيكون هيدي هيدي انه مش مضيافه يعني هي مالنا مضيافه برافو عليك شربال اول مره بتربح معنا غساله وبتفوت بالسحب شو بهيك انبساط ما في ما في سحاب؟ لا ما في سحاب. طيب شو؟ عرفت كيف؟ أنا عندي سؤال هون كرميل يعني كيف بتحبيها تكون مدام من كوكب العطارد؟ من أي كوكب؟ من كوكب المريخ؟ هودي المواصفات كلهم فيكم تلاقيهم ببنت وحدة. شارب الحناينة. فشحت.
فشرت يا عيب الشوم عليك، ماشي معك باحصاءاتك عم تبهدلني بالاخر. شربول لا يا مدام، لا مش مزبوط، لا يا مش مزبوط شربول منصور عم نعطيك دعايه، عم تبهدلني انت. انا بدي امشي، ومرسي كثير على احصاءاتك وعلى دراساتك. شربول زعلت زعلت ما انا بحبك. باي كله تضلك زعلان يا رب. الشوم عليك. هيدا جي ام كوميكاتور. اوه مدام مدام مدام، لوين صفيتي وسحبي هيك يا خبيف؟ لك الله سوري كثير مستعجل. لحظة كثير مستعجل. لحظة انت مستعجل وانا مستعجل كمان، مستعجل اعمل زبط. شو لا دخيلك يا مدام، ممنوع الوقفة هون. بشرفك مع انا دليفري. انت شو؟ دليفري. دليفري؟ شو بتوصلي بالله؟ بوصل حكي. شو؟ حكي. بشرفك رح انسيهن هلا اذا نسيت شي كلمه بغيب عن وعي هون عندك هون. خليني اطلع بقهم من بطني لرفيقتي حبيبه قلبي، وانزل لعندك والبدك اياه. يلا اطلعي بقهم. ميرسي. اطلعي بقهم كلكم مثل بعض، اطلعي بقهم. بقهم خليها هون، شو بدي اقول لك يعني؟ يا ريس وين صرت؟ يلا يا خيي بشرفك، ما بقى تطول علي، انا صرت وناطرك. يلا يلا شو هالعالم هاي؟ مرحبا. هلا استاذ جاد. ايه انت طوني؟ ايه كيفك؟ هلا طوني. ماشي الحال؟ ليه؟ ما تواخذني تاخرت عليك يعني. لا ولا يهمك ولا يهمك. كان في شوية عجقة. بعرف عجقة، ما انا بعد عندي مشوار بعيد كمان مضطرني. كلك سوق كلك سوق. ولا يهمك. بكي على التليفون مبين انت حسين مهذب. حبيبي حبيبي انت اللي مهذب. بدي اصرف دولار. ايه تكرم عينك. قد ايه؟ ايه اول شيء قبل ما نحكي خيي نحكي على الريت اليوم، انت بتعرف على 39؟ لا خي ما بتوفي معي. لا بلا لا على 38 و900. يا طيب. خي الدولار عم بيلعب لانه ما فيه. الله يرضى طيب. عليك طيب على 38 و900. يلا يلا بدي اصرف دولار. لك ايه خي بعرف دولار. قد ايه المبلغ؟ لا انت يا شربان شيء يا اكل شيء. خي انت الشربان شيء، شو كيف عم تحكي معي هيك خي؟ اول شيء بتظبط حكيك ها، الزبون دائما على حق، الزبون دائما على حق. اذا الله يرضى عليك حبيب شرفك عندي شغل. بدي اصرف دولار. صرف لي يلا. شو هيدا؟ على 38 و900. بدي 900 قبل 38. يلا شو هيدا؟ دولار. هلا مقرطني مشوار من الجبل كرمال دولار؟ يا خيي انا بحكي عربي ولا فرنجي؟ انا ما قلت لك بدي اصرف دولار على التليفون؟ امبلا. هيدا شو؟ دولار. بدها نوعه بس نحكي مع الزبون. 900 قبل 38 يلا اذا بتريد. انت بالمره بلا مخ؟ ليش بتحكي هيك معي بالطريقة؟ شو هالزبون هاتولك؟ روح. وليه دولار وليه؟ روح يا. هي دولار وليه؟ حقك دولار. الوضع كتير حساس، كتير ستريس، ركض براكت حمى يا خيي حمل سائلة ناس، واجع راس، ضغط بضغط دل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت، بتروح تعي تشرب كيس، بتحط الفوقك والتاح بوع الصبح معجوب، عم بتفرتش بغراضي عشغلي لازم سوق، في عشقة مثل العادة مأخر بوصل محقون، حمياني الفواتور تا انساها الهموم، ما إلي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنورة وجزداني على لون الشسور شدت لي كل جيبي حتى تلبس سنياتور ضحك منا حرزاني وحضار الكوميكاتور أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شيء بارك يا ماما عم بفلح مثل السطلي وما عم يدفعولي شيء ايه والله يا سطلي قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ريتور ما بتغر من البيت بس يبلش كوميكاتور كوميكاتور كوميكاتور.